الإجابية أنا خطأ من شرط إن أنا مع قرب طبعاً للجائزة بتاعت الدولة، لكن الجائزة دي يعني بتاعت النهاردة مش من لجنة ولا فحص أعمال ولا لا. دي مسألة والله فوق أنا مش عارف أتكلم طبعاً من حاجة أنا ما عارفش أتكلم، لأن الواحد الحب المتبادل بين كل واحد في هذه القاعة، لو عايز أتكلم على علاقة كل واحد من هذه القاعة عايزين أسبوع، لكن يعني شوف هذه كل الإقامات الفنية والإنسانية، يعني مسألة حقيقة والله ما تصورتش من الدنيا هتبقى كده. أنا يعني حمراء شوية لا لا، والزحام اللي هو الجميل ده بيخليها قاعدة أسرية أكتر منها كما لو كنا قاعدين في مسرح. لا لا، احنا قاعدين في بيت ومشايين كراسي نقعد وبنزرع على بعض، فهي فعلا خلى القعدة لها طعم تاني. هو مش صاحب حرفة الإخراج فقط، ولكن هو صاحب حرفة الفكر والرؤية المؤثرة في أذهان المصريين بأعماله الخالدة، أعمال مهمة حبيناها وعشقناها، وعشان كده هو يستحق جائزة النيل بجدارة وبكل حب. النهاردة معايا أستاذ أنا بعتز بيه وأنا من عشاق أعماله، الأعمال اللي جوه وجداني اللي مش هقدر أنساها، مش هقدر أعد لأن العدد كبير، ويعني لو مخرج عمل مسلسل واحد مهم بيعيش عليه عمره كله ويقول أنا عملت المسلسل ده، لكن هو عمل العديد والعديد والعديد من الأعمال الخالدة، بدأها بالقاهرة والناس اللي إلى الآن هي في قلوبنا. ومش هتكلم بقى عن أبو العيلة البشري والراية البيضاء والأعمال الجميلة الخالدة وأيضا في السينما، ولكن أنا النهاردة كان لي الشرف إن أنا أقعد معاه وهو بياخد جايزة، أهم جايزة للفن بيحصدها هي جائزة النيل. المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل، ألف مبروك وسعيدة إن أنا معاك النهاردة. شكرا، وانا مبسوط قوي ان انا معاكي. يعني المخرج الكبير محمد فاضل حصد جوائز عديده من جميع مهرجانات التلفزيون في الوطن العربي والدراما، واول جائزه خدها في حياته كانت من رئيس الجمهوريه عبد الناصر، جمال عبد الناصر، كانت جائزه ماديه وكان ليها فرحه وسعاده كبيره، والنهارده بياخد اكبر واعظم جائزة للفنون. ولكن أنا بقول كل ده لا يوازي جائزة الجمهور في الشارع لما تبقى ماشي إلى الآن ويكلموك عن رحلة أبو العيلة البشري وأبناء الأعزاء، شكرا، الراية البيضاء، ويكلموك عن الحوار والمشهد. هل حضرتك شايف الجائزة دي إزاي والجائزة دي إزاي؟ والله زي ما بيقولوا الاثنين حلوين، يعني الأغنية اللي بتقول لا، ما فيش شك طبعا أنه جائزة الجمهور اللي هي اليومية، لا دي زاد يومي زي ما بيقولوا، لكن جائزة الدولة طبعا تتويج لتعب على مدى طويل جدا، يعني رحلة شاقة لكن جميلة لأنها باختياري، يعني زي ما بيقولوا الواحد اختار والحمد لله ربنا وفقه في اختياره ده. فجوائز يعني في جوائز مهرجانات كتير، مهرجانات تلفزيون ومهرجانات في البلاد العربية ومركز كاثوليكي في مصر وجمعيات ووزارة الثقافة، لكن لازم بيتوجها جائزة الدولة. يعني جائزة الدولة دي بيصحبها أيضا المفروض وسام الفنون، زي كان وسام العلوم والفنون مع بعض، وبعدين بقى في وسام للعلوم وسام للفنون وسام للرياضة، ف يعني اسمها برضو جائزة الدولة. ابن اسكندرية اللي طلع من اسكندرية بلد الفن والفنانين، وانا بشوف العظماء الفن كلهم خارجين من اسكندرية لان بداية الفن بدأت في اسكندرية. ابن اسكندرية خريج كلية زراعة اللي عمل فرقة
وكان طالع بأحلامه، كان يتوقع إنه هو هيبقى معاه جايزة النيل؟ لا، والتوقع طبعا، بس الواحد الحمد لله يعني في دماغه من بدري إنه عايز يحقق شيء في المجال اللي اختاره. يعني يمكن ده اللي خلاني مثلا ما كملتش انا اشتغل بالزراعه، لانه انا رحت مكتب تنسيق اللي وداني كليه الزراعه، لكن من بدري من وانا في ثانوي دراسه الثانويه يعني، وانا حط دماغي في الفن بالتحديد والاخراج اكتر يمكن من التمثيل. حسيت ان انا المخرج بيقدر يعبر عن قضايا كتير جدا، قضايا خاصه بالمجتمع، وده نتيجه المناخ الثقافي اللي نشأت فيه. مناخ ثقافي مش بالنسبة لي أو لا، مناخ البلد كلها. يعني أما الواحد يطلع في عصر كان فيه طه حسين وتوفيق الحكيم، وده كأمثلة، وأم كلثوم وعبد الوهاب والأصبجي ورياض صنباطي، وبعدين صحفيين كبار زي مثلا احمد بهاء الدين، كامل الشناوي، حسين ابو قدوس، مصطفى وعلي امين. المناخ. يعني ده المناخ اللي اطلعت فيه يعني. فلما اجي بعد كده الاقي انه في المدرسه الثانويه كان فيها مسرح، مدرسه رأستين الثانويه في اسكندريه، مسرح يعني له خشبة مسرح وستارة وإضاءة، وإن كل سنة بنعمل مسرحية باللغة العربية الفصحى مثلا، وساعات بنعمل مسرحية بالإنجليش. يعني أستاذ مادة اللغة الإنجليزية يختار لنا حاجة من شكسبير أو برنارد شو أو غيره، نعمل مسرحية باللغة الإنجليزية. إذن الحياة المدرسية نفسها، مسرح المدرسة ده هو البداية اللي سندنا وشجعنا، لأن وقتها ما كانش فيه تلفزيون لسه، وكان السينما يعني الواحد لما بيروح السينما ده يعتبر حدث، الفسحة يعني بتاعت الفسحة نروح مرة في الشهر. لكن كان موجود الإذاعة، والإذاعة كانت مهمة. الدراما الإذاعية أنا أعترف بأنها كانت سبب رئيسي في حبك، في حبي للدراما بصفة عامة، وايضا مسرحيات اللي كنت بقراها، مسرحيات مثلا برنارد شو، مسرحيات شكسبير مترجمه في قلب مكتبته المدرسه، مسرحيات توفيق الحكيم. كل ده الواحد طبعا ما كانش زي ما قلت، كان بيسمع اجزاء من مسرحيات ريحاني في الاذاعه. فاذا بعدين جت التمثيليه الاذاعيه، الدراما الاذاعيه يعني في رمضان. اول شراره حب بينك وبين الدراما في الإذاعة كان مسلسل إيه؟ لا، كان في رمضان بيبقى فيه، أولا ما كانش فيه الزيطة بتاعت مسلسلات طبعاً كتير. فهو كان ألف ليلة وليلة، طاهر أبو فاشا ومحمد محمود شعبان بابا شارو، وطبعا زوزو نبيل وعبد الرحيم الزرقاني ده. وبعدين حاجة برضو مسلسل كان بيتذاع في رمضان اسمه أحسن القصص لعبد الرحمن فهمي، أسف، محمد علي ماهر، استاذ محمد علي ماهر تاليفا واخراج يوسف الحطاب. كان الاخراج الاذاعي بتاع يوسف الحطاب والمؤثرات الصوتيه ازاي تخليني اعيش شايفها. ثم الحفلات الشهريه لام كلثوم، اما الواحد كده يبقى النور مطفي كله يا دوب نور الراديو، كان زمان الراديو له لمبه كده بتنور بيحطوه على فوق عالي شويه عشان الولاد ما يلعبوش فيه. وبيعملوا له ساعات مفرش دانتيل ابيض، ايوه. يعني الراديو ده كان عضو مهم في الاسره. وفكان انا لان ما كانتش لسه المسلسلات الاذاعيه بدات على فكره، اللي هي بتاعت الساعه 5، هي بدات المسلسلات في اذاعه اسكندريه الساعه 7، استاذ حافظ عبد الوهاب. وانا بما اني من اسكندريه، فلما اتفتحت اذاعه اسكندريه كنت يعني احد الناس اللي بيساهموا في برامجها بالتمثيل والكتابة ساعات. لا يعني عايز أقول المناخ اللي بينشأ فيه الشاب أو الصبي هو اللي بيطلع. مصر مليانة مواهب، بس طبعا المناخ اللي هي بتنشأ فيه مهم جدا. وعشان كده لازم يعني الإعلام والثقافة، يعني حاليا ما بقاش فيه ثقافة من غير إعلام ينقل هذه الثقافة. أنا يعني حاسة إن
مفيش مسلسل بيعيش في الأذهان بيتعمل، بحسه انه زي الكلينكس يعني، معلش التشبيه ده، انه يعني خلاص بتستخدمه وترميه. انا بستخدم أزأزة اللب او يعني مفيش يعني مسلسل يفضل منه قشره الفترة الأخيرة. وده يعني انا يعني مضايقني جدا، عايز اعرف ايه السبب. يمكن حضرتك أستاذ في المجال ده وتقدر تقول لي ليه ما في يعني. انا من الناس، انا ابو العيلة البشري ده بيدمرني يعني، طبعا بعيدا عن كل المسلسلات، بس رحلة ابو العيلة البشري وانا بتفرج عليه الى الان انا حافظة الكادرات والمشاهد والحوار، ولما يجي تاني على ماسبيرو زمان انا بقعد اتفرج عليه تاني. الراية البيضة وسناء جميل وقوتها والمسلسل ده يعني كنت بترعب منها وانا صغيرة، لدرجة ان انا لما اشتغلت مذيعة انا بقيت قريبة جدا وحبيت سناء جميل بسبب المسلسل ده. فليه المسلسلات دي عايشة في وجداننا لغاية دلوقتي، والفترة الأخيرة مفيش مسلسل؟ أتحدى لو نزلت الشارع وسألت الجيل الجديد مفيش مسلسل في ممكن يدي يطلع من 10 مسلسلات نقول مسلسل حلو، لكن ما بيعيش ليه؟ لا هو طبعا في مسلسلات عشان ما ننكرش حلوة، ان في لا في بعض الشباب لكن ما هياش جوه، عدده محدود. يعني في مسلسل مثلا جراند اوتيل ده محمد شاكر خضير والتأليف تامر حبيب ومجموعة، في مسلسل هذا المساء لتامر محسن، اوكي مسلسلات منى زكي تحت الوصاية، تحت الوصاية لكن بعد 20 سنة برضو. او يعني بعد 10 سنين او بعد سنة الناس هتفتكرهم. على المستوى الثاني في مثلا على المستوى الكوميدي في الوصية، بنلاحظ انه اللي هو يعني خالد الحلفاوي كمخرج، في مسلسل نيلي وشريهان بشوفه تاني وتالت ورابع ما بزهقش منه يعني. فأحمد الجندي طبعا المخرج، طبعا في بعض الأعمال لا حقيقي الواحد بيقعد يشوفها ولما بتتعاد تاني ممكن بشوفها تاني. يعني في ليالي أوزيني مثلا أما يتعاد بدور عليه وأشوفه. فإذا هي المشكلة إيه؟ إنه في الزحمة اللي بتضيع الأعمال الجيدة، لأن الأعمال الجيدة أقل وسط. يعني إحنا مثلا من سنة 2014 في العشر سنين أنتجنا ما لا يقل عن 300 مسلسل يعني، ما أو 400 مثلا، ما بيفضلش منهم اللي هو الواحد يدور عليهم غير، لا أنا بقول 10 يعني، بدي 10-15 فعلا يعني في نصوص جيدة، مخرجين كويسين جدا وطبعا ممثلين في، بس يا عيني مستنيين يعني فين الممثل النهاردة هتتاح له فرصة تمثيل تأليف أسامة أنور عكاشة. خلاص في طبعا حاليا الأستاذ عبد الرحيم كمال برضو يجب ما ننسوش من عمل جزيرة غمام برضو مسلسلات الجيدة جدا وممكن اشوفها مره ليه؟ لان فيها فكر. ما هو عشان كده انا قلت في المقدمه انك صاحب فكر. اللي بيعيش ايه؟ المسلسل اللي فيه فكر، مش حرفيه اخراج. لكن اما مسلسل ناس بتقتل بعض وناس كان كل بيت فيه مدفع رشاش وكل استوديو فيه برميل دم مكياج، كميه الدم والناس عارفه ان ده دم مكياج طبعا، والعربيات الفاخره والعربيات لا اللي بتقلب، لا مش بس العربيات اللي بتتقلب وتشتعل فيها النيران. انا عمري ما شفت هنا عربيات بتتسابق ده من الزحمه بنعرفش ليه. مش لا يعني لا يعني المطاردات دي نفسي اشوفها يعني في مصر. قصدي ايه؟ اصبح بننقل مجتمع مش بتاعنا، مجتمع اجنبي. وعلى فكره انا رحت امريكا مره في نيويورك، سالت قلت لهم انا بقالي 10 ايام يا جماعه ما شفتش العربيات اللي بتجري ورا بعض في الشارع، عربية البوليس بتجري ورا عربية العصابة وتعدي من فوق الرصيف وبعدين تتقلب وتولع فيها نيران والبطل يجري والبوليس يجري وراه. قالوا لي لا دي حاجات للتصدير. يعني هم حتى الناس اللي عايشة في أمريكا يعني أصدقائنا المصريين سألتهم أنتوا، قال لك لا احنا نتفرجش على الحاجات دي خالص. في مسلسلات اجتماعية هناك بتعيش برضو والمواطن الامريكي بيتفرج عليها. اذا احنا المشكله ان يعني خدنا حاجات مش موجوده. ما يا جماعه ما فيش الحاره المصريه والله ما هي كده حضرتك. يعني كمان في حاجه بيعملوها دلوقتي
استسهالا لان ما بيكتبوش، بياخدوا المسلسلات التركي ويعملوها بيعملوها مصري يعني، او فورمات اجنبيه ويعملوها مصري يعني. رايك فيها ايه؟ وبيكتبوا انها فورمات يعني وسعداء. هل لا، هو الكارثه في الورش. احنا هنبعد ليه يعني؟ احنا المؤلفين عددهم محدود جدا زي ما قلت، عندنا طبعا يعني مش عايز انسى حد، بس كمثال استاذ عبد الرحيم كمال، استاذ تامر محسن بيكتب برضو كده، وفي ناس كويسين جدا، بس انا للاسف معلش بس الورش دي لكن انا طبعا مش حاجه اسمها ورشه. فن ورشه يعني ايه؟ عمرنا شفنا لوحه في ثلاثة أربعة واقفين كل واحد ماسك فرشة ولونه عمال بيشتغل؟ عمرنا شفنا حتة مزيكا اتنين تلاتة قاعدين بيألفوها ازاي؟ الفن ده مسألة ذاتية. حضرتك طالبت ان المدارس يرجع فيها تاني المسرح والفنون، لان لازم ننمي ده في الأجيال من الصغر. فهل شايف ان ده هيكون ليه يعني جزء من الأسباب اللي احنا افتقدناها زمان زي ما حضرتك قلت اتعلمت طيب في المدرسة؟ هو احنا مدام دلوقتي الإعلام عشان بقت السماوات المفتوحة وما فيش سيطرة على الإعلام، يعني حتى لو عملنا سيطرة على الإعلام الوطني مش هنقدر نسيطر على الإعلام الخارجي. بنعمل ايه؟ ناخد اللي هي الوقاية. الوقاية زي ما احنا بنحقن الطفل بالحقن ضد أمراض معينة، فاحنا نعمل وقاية للأطفال من أول ما يروحوا المدرسة. بإيه بقى؟ مش بس بالمواد العلمية أو التعليمية يعني، وأرجو أن اللغة العربية تبقى أساسية من أول أولى حضانة لحد الثانوية العامة. من غير كده اللغة هتندثر ونتحول الى ان احنا بنكتب باللغه اللي هي اللي بيسموها فرانكو عرب، او نكتب بالعربي بحروف اجنبيه، او نستعمل الولاد كلهم لانه اللغات مدارس اللغات كترت فبيستخدموا اللغات الاجنبيه في التخاطب. لا يعني ماشي هو حر، لكن انا كمدرسه من حقي ان احنا مش اقلل لا لحد الثانويه العامه بما فيه الناس اللي هم بيدرسوا علوم أو رياضة. لا، اللغة العربية لابد أنها تبقى، لأن من غير لغة ده أحد مواصفات الهوية، أنه كل دولة لها لغتها. نيجي بقى الفنون. إحنا برضو عشان ما عندناش سيطرة على الإعلام فلابد أن إحنا نعمل وقاية أو مضاد حيوي ثقافي من الطفل هو في الحضانة ثم الابتدائي. يعني على سبيل المثال حاليا بقى العرض السينمائي سهل، بقت فلاشة وبروجيكتور، كان زمان لازم ناخد بكرة الفيلم ونروح. فإيه المانع إنه كل أسبوع يبقى في عرض سينمائي لأفلام مختارة بواسطة ناس معينين، ناس تربويين وعلماء نفس وأساتذة، بنختار أفلام من السينما الجيدة عشان الطفل هو صغير نبدأ نعوده على. طبعا في أفلام الأطفال، أنا قصدي هو صبي يعني. أنا وأنا في المدرسة في مكتبة المدرسة وأنا فاكرة لغاية دلوقتي مؤثرة فيا عمر المختار، حطوهن في مكتبة المدرسة نتفرج عليه. فلازم لا يبقى أسبوعيا ولا مانع بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية أو السينمائية إن يروح حد من شباب الخريجين بمعهد السينما أو ممثل من لو نسقنا ده مع النقابات هترحب جدا ويروح، فالولاد هيحبوا ده، عايزين يشوفوا الممثل طبعا ولو نجم او كده، فنقدر نعمل حاجه تخلي الولاد يعرفوا ايه السينما الكويسه اللي لما يكبروا يروحوها. لكن احنا بنقعد نلوم الناس اللي يقولك الجماهير راح على الفيلم الفلاني، رغم ان الناس عارفين ان الفيلم ده يعني دون المستوى. طب لان احنا ما ربناش الصبية على المستوى الجيد، على المستوى الجيد. احنا فاكر زمان واحنا في المدرسة الابتدائية كانوا واخدونا نروح جمعية تحسين الخطوط خارج المدرسة نعمل حصة الخط عند كان الأستاذ في اسكندرية أستاذ سيد إبراهيم،
والناس اللي هم محمد إبراهيم العيلة دي كانت خطاطين عظماء، فنروح نتعلم الخط، لأن احنا عمالين برضو مش هممنا شبابنا بيبقى خريج الجامعة وما تعرفش تقرأ خطه. مسألة على فكرة عيب، وعيب كبير جدا، ويجب ان احنا ما نستسلش المسألة ونقول ده مش مهم وده مش مهم، مش مهم الفلسفة، مش مهم التاريخ، مش مهم الخط، امال ايه اللي مهم. فياريت ده احد الحاجات اللي يعني مش تعتمد على وزارة التعليم بس، لا على الأسرة كمان، لا أسرة مالها، بتعتمد على سياسة دولة، ان والله وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم اعملوا لنا النشاط ده، مع وزارة الشباب اعملوا لنا النشاط ده، عايزين كل اسبوع يبقى فيه فيلم او كل اسبوعين فيلم مختار معين. وكنا زمان في حاجة اسمها ندوة الفيلم المختار، كانت وزارة الثقافة بنعملها، وبنسافر قصور الثقافة في المحافظات. انا فاكر في منتصف الستينيات وكان بيسافر مع الفيلم نقاد ومخرجين وممثلين، وبيتعمل احتفالية في كل بلد. حاجة تانية، لابد ان يبقى في البلد دور سينما في كل محافظة، جميع المراكز، مش دار سينما واحدة. حاليا ما فيش في الاقاليم، وعمالين نقول طب صناعة السينما، ما هو مش هتنهض، لان صناعة السينما معتمدة على العرض في القاهرة. عرض في القاهرة ما بيجيبش، ما بيغطيش تكلفة الافلام الجيدة. صح. انما فيجي بقى المنتج ويعمل بقى اللي هي المشاهيات اللي تخلي العرض في القاهرة يكسب. لو احنا عملنا دار عرض في كل محافظة، في كل مركز، مش بس في عاصمة المحافظة، وغير طبعا دور عرض سينمائي بتاعت قصور الثقافة كمان، وبيوت الثقافة، بيوت الثقافة اللي هي في القرى الصغيرة، وقصور الثقافة اللي في المراكز. فلابد ان ده ينشط وتبقى الافلام، وخصوصا ان العروض النهاردة بقول محتاجة ايه، فلاشة وبروجيكتور، ما بقتش زي زمان. الى جانب بقى لا، ما نعمل دور عرض في المراكز، ده هيعمل ايراد جديد للفيلم. وبالتالي بدل ما احنا محصورين في القاهرة فقط يعني، او في نوسع النطاق، نفتح الحكايه شويه. قلت ان انت الـ القراءه كان ليها جزء في انها تشكل وجدانك وحبك للفن. واحنا في مكتبه اهو، ايه النصيحه اللي تديها للجيل الجديد؟ لان الكتاب ده مهم جدا، مش يعني الناس بدات دلوقتي تنصرف عن القراءه بالسوشيال ميديا، انها عايزه معلومه سريعه تطلعها من جوجل. أهمية الكتاب في حرفية الفكر. هو أنا طبعا سعيد جدا أن احنا يعني بنعمل اللقاء ده في مكتبة القاهرة الكبرى، ودي إحدى المكتبات العريقة يعني، حاليا داخلة في 30 سنة. لا زال وسيظل الكتاب، ونشوف بدليل حاجة يا جماعة أنا بواجه بيها كل اللي بيقولك لا خلاص، لا، معرض الكتاب، معرض الكتاب احتفالية مصرية لا أحب. شوفي بقى لها كام سنة دلوقتي ولا زالت، ورغم أنه بقى بعيد لكن الناس بتروح. أنا ببقى سعيد جدا أما بروح مرة واتنين هذا المعرض، مش عشان بس يعني أشوف أو أجيب منه كتب، لا، عشان أشوف الجمهور وأعمار مختلفة ومستويات مادية مختلفة. وكمان جميل جدا انه ييسر للناس، بقى في خطوط مواصلات بتروح، وفي مترو بيروح، فجميل جدا. ده يرد على اللي بيقوله ان الناس لا عايزه البتاع اللي هو الالكتروني ده اللي بيقروا فيه. لا طبعا، الورق، الكتاب الورقي مش هي على بدليل ما انه بيتغيرش. ما في اصدارات جديده، كل يوم في اصدارات، ومش ممكن هيبقى في اصدار الا اذا كان بيتوزع. وانا حقيقي بيعجبني الاحصائيات اللي بتطلع من معرض كتاب، رغم انه طبعا نتيجه غلو الورق وغلو والحاجات دي ما بقاش زي الاول. وبعدين كان الاول في مكتبه اسره مثلا الكتاب مش عارف بجنيه وباتنين، وقبل كده كان في مشروع الالف كتاب، والمركز القومي للترجمه برضو بيطلع كتب، لكن
بيسكم انه بيفرض عليه انه لازم يعملها بسعر غالي. طب ليه؟ ما احنا نعتبر ده مكمل ليه؟ يعني احنا حاليا في مشروع التنمية البشرية، الدولة بدأت في مشروع اسمه التنمية البشرية عشان يبقى جنب تنمية اقتصادية تنمية صناعية، لان من غير تنمية بشرية ان بقية الانشطة في الدولة مش هتكمل، لان البشر هم اللي بينفذوا ده وهم اللي بيستفيدوا من ده فلابد ان انا اهيئ البشر عشان يستفيدوا من اذا في تنمية اقتصادية او تنمية صناعية يستفيدوا من ده ازاي؟ يوم يعرفوا بايه؟ بالثقافة. والثقافة المدارس مش هتكفي، العلوم النهاردة زادت وسعت، ما بقاش في مساحة كبيرة للثقافة في مدارس، انما فقدامنا ايه بقى؟ المكتبات، وده جميل جدا زي ما قلت، معرض الكتاب السنوي، وفي بس في القاهرة اما بيلف المحافظات بياخد نفس النجاح الحمد لله. وبعدين انا لسه كنت شهر اللي فات في مكتبة اسكندرية، كنت سعيد جدا بكمية الناس اللي الجماهير اللي مترددة عليها وعلى اقسامها المختلفة. ده حقيقي في اسكندرية، فلازم نثق بالجمهور بس نقدم له، بس كمان مش هنقدر نقدم له كتابة ب 500 جنيه و 400 جنيه لابد ان يبقى في اتفاق على طبعات شعبية زي ما كان بيحصل قبل زمان. كده يعني بنتفق على، يعني من حق مؤلف الكتاب انه يعمل الطبعة الاولى وبعدين الدولة بقى تتفق معاه، يبقى في دعم من الدولة للناشر عشان نعمل نسخة رخيصة من هذا الكتاب. فبدل الكتاب ما يوزع له مثلا 50,000 نسخة لا يوزع 1,000,000 نسخة. يعني أنا قصدي دي حاجات مهمة ياريت نبدأ يعني نفكر حاجات فيها، لازم نهتم بيها وتبقى من الأساسيات. يعني في حاجات كده أنا بقول إن دور الإعلام إن إحنا لازم الناس اللي عندها خبرة زي حضرتك إن يوعوا الأجيال الجديدة، إن يعني يحببوهم في الحاجات اللي هي بتصنع ثقافتهم وبتصنع وجدانهم وبتحافظ على هويتهم. لأن أنا بشوف إن الجيل الجديد بدأ يبعد عن الهوية المصرية شوي. برنامج مع عفوا يعني زي نادي السينما، دكتورة دوري شرف الدين، يوسف شريف رزق الله، والمخرج محمد إناوي، من أهم وأعظم البرامج سنة ده شفنا منه أفلام مهمة أجنبية. والتحليل أنا كنت أحب التحليل اللي بعد الفيلم ده، الدكتورة دورية ويوسف شريف رزق الله والمخرج محمد إناوي، قد إيه كنا بنستفيد من ده، والناس بتقعد كان بيجيب أفلام وتحليل الافلام. احنا محتاجين لده، ده مفيش وكان في حكاوي القهاوي مثلا، والتياتر وحكاوي القهاوي طبعا ده من الاعمال المهمه. يحيى تدرس ده كان استاذ بيجيب حاجات مهمه جدا ويعني من انا اشتغلت معاه استاذ يحيى، عمل لي برنامج بس ما كانش في مصر، كنت في قناه عربيه كان اسمه كتاب حير الالباب، كان بيجيب الكتب المهمة ويحللها من خلال المفكرين للي مش عايزين يقروا، فهو كان أستاذ في أنه يقدم الثقافة من خلال الإعلام. يعني أنا بحييه طبعا أستاذ يحيى تدرس. أيضا حضرتك اتكلمت عن حرية الإبداع، أن لازم نرجع للحرية في الدراما علشان نقدم الدراما اللي عايشة في قلوبنا لغاية دلوقتي. شوفي، هو عشان ما نختلفش في حكاية الحرية، هو الاول اتعمل استراتيجيه. انا هنرجع تاني هقول لك، انا ما بفرضش على الفنان على فكره، لكن من حق الدوله، حق مش الدوله، من حق الوطن، لان حتى لان الدوله دي كلمه سياسيه لكن الوطن دي كلمه ما فيهاش نقاش. من حق الوطن على الفنان انه يقدم له ما يفيد الناس، ما بقولوش يعمل ده ازاي، انا ما بفرضش عليه اقول له اكتب بالشكل الفلاني او اعمل قصة الفلانية، لكن في النهاية لازم الناس اللي قاعدة قدام التلفزيون دي وقدام القنوات الكتير جدا تستفيد شيء، مسؤولية. فاذا ده هيحصل ازاي؟ الدولة بقى لها استراتيجية في الاعلام. والله يا جماعة احنا يعني دايما بدي النموذج بتاع احنا عايزين الشباب اللي جاي ما يركزش قوي في التعليم الجامعي، إنما يروح للتعليم الفني. من الحاجات اللي أسعدتني جدا إن أنا كامرأة إن حضرتك أهديت التكريم بتاعك جائزة النيل
للسيدة العظيمة الأستاذة فردوس عبد الحميد. ويعني دي حاجة حلوة نقدر نقول السيدة فردوس عبد الحميد شريكة حياة أم شريكة نجاح؟ كله يعني، هو النجاح ده من ضمن الحياة يعني. فطبعا الحمد لله في ما فيش شك انه دايما المناخ العائلي او البيتي مهم جدا، مش بس للفنان، لكل مواطن يعني، المهندس، المحامي، مدرس، كله. فالحمد لله يعني هي طبعا انسانه وفنانه فبتقدر تقدر ده كويس، والحمد لله كمان انا اديته لكل من عملت معهم، لانه المخرج لوحده لا ما هيعمل ايه من غير نص كويس ملوش وجود، من غير ممثل كويس ملوش وجود، من غير مهندس ديكور، من غير مصور، من غير صوت، من غير مكياج، يعني قصدي كل العناصر اللي موجوده في الاستوديو لها اهميه في نجاح المخرج. يعني ممكن يبقى المخرج جاي من بيتهم وفي دماغه لقطات معينه، اذا ما كانش موجود مدير التصوير اللي يقدر يعمل ده ما هو مش هيطلع، يبقى ما عملناش حاجه. صح. فاذا عمل متكامل بالذات يعني العمل الفردي اللي هو الرسم، المزيكا، لكن العمل لانه المزيكا برضو الموزع بيبقى له دور، لكن الاخراج بالتحديد اخراج الدراما هناك مجموعه هي اللي بتعمل ده، وعشان كده انا اهديته برضو لكل من عملت معهم. وقبلهم بقى اهديته لامي وابي، لانهم لولا تحملهم ليا في اثناء الدراسه، وان انا كنت ان انا استقلت من وزاره الزراعه عشان اروح اشتغل او استنى شغل في التلفزيون، وهم تحملوني بعد ما اتخرجت وخلصت الجيش وكل ده، وتحملوني مده مثلا سنه قاعد من غير شغل، لان انا قررت استقيل من وزاره الزراعه وتفرغ للعمل الفني يعني. فكل الناس دول بيبقوا هم صناع نجاح، شركاء طبعا، شركاء هم من غير دول على فكره ما كانش ممكن الواحد يكمل يعني. اكيد. انا سعيده بوجودك معايا النهارده، وسعيده باني بحاور مخرج انا من عشاق فنه بجد. شكرا. استاذ شكرا. محمد، انا مسلسلاتك عشت وحبيتها وعايشه في وجداني. شكرا. وما زلت بشوفها. ففي انتظار عمل جديد كده يصنع السعادة لمحبي فنك إن شاء الله الفترة الجاية. ألف مبروك على الجائزة، تستحقها بجدارة. ويعني إن شاء الله دايما تكون نصير المرأة وتهدي مدام فردوس كل جوائزك القادمة، وحبك ليها يفضل كده على طول في حياتكم إن شاء الله. شكرا. بشكرك جدا جدا جدا. شكرا.
بكرة أحلى مع أولادنا، ودايما بكرة أحلى مع السيدة سوير عبد القادر، اللي يعني أنا بسعد بالاحتفالية ديت معاها، بشوف المجهود الكبير من 8 سنين من أول ما بدأت الاحتفالية بأولادنا، وهي كانت أول واحدة كان ليها السبق إن هي اللي تهتم بأولادنا، وأول حد عمل الاحتفالية الكبيرة ديت لأولادنا وعمل المزج واكتشف المواهب بتاعت أولادنا كانت هي السيدة سوير عبد القادر. والنهاردة في مكان رائع على نيل مصر، المؤتمر الصحفي للاحتفالية التامنة لأولادنا، ألف مبروك. بس أنت اللي غاوية تدلعيني كده يا بوسي، أنت تستاهلي كل حاجة حلوة بجد. بوسي أصل أنا على طول بقولها يا بوسي، أنا ما بشتغلش، أنا بحب، وأول ما بحس إن أنا مش حابة الحاجة بروح واخده بعضي وماشيه، يعني بسيب المجال بقى، يعني مش هقدر ادي ما دام مش بحب. مش هقدر ادي، وانا دولت بقى بقوم حياتي طبعا. انت عارفه لما بنخلص انا ببقى تعبانه جدا الشهرين اللي قاعده مستنيه كانه اجازه، عارفه كده؟ طبعا والله مش قادره اقول لك بديكي، وبحس انك على تواصل معاهم، يعني بشوف على طول دايما في بينك وبينهم لقاءات، مش بس للاحتفاليه، لا في طول السنه لكل حاجه معاهم. لكل حاجه. ربنا كده يخليهم ويخلي اهاليهم الجميله. بس بعد 8 سنين الولاد دول اختلفوا اختلاف كامل. يعني يا ريتك تبقي تشوفي الاهالي وتشوفي الولاد نفسهم. يعني كان في مثلا ولد ما عندي كان عباره عن ما بيسيبش مامته وعياط، عياط مستمر. دلوقتي خلاص مش سائل، وهتشوفيه النهارده حاجه لذيذه قوي، وديته المركز الثقافي الهندي ورقص مع الهنود وعمل رقصه جميله جدا. يعني بصي هتلاقي حاجه لذيذه. انا كل مره بشوف مفاجآت من الاطفال ومن النجوم اللي بتدعم الاطفال. يعني بالزبط. السنه اللي فاتت السيده صفاء ابو السعود بهرتنا. لا دي الزغروطة، انا مسميها الزغروطة. هي فرحه بجد. الاطفال بالظبط، وفرحه اولادنا، وسمع ان السنه دي عامله حاجه مخصوص. يعني هي بصي هي خلاص يعني متشعلقه بعيالنا واحنا متشعلقين بيها بصراحه، يعني فما اعرفش اقول لك ايه. هي انا مسميها زغروطه لانها من قلبها، واللي ما بيشتغلش مع ولادنا من القلب ما بيقدرش يكمل. يا بوسي انت عارفه ان الاهالي دلوقتي اصبحوا دلوقتي متطوعين ومتطوعات في اولادنا، بيشتغلوا بدون مقابل، بس مجرد ان شايفين ولادنا ولادهم مبسوطين وشايفين مبسوطين وكده عايزين يعملوا كل حاجه. هوريكي وهتشوفي الشنط اللي الولاد عملوها، ده من صنع الولاد واهاليهم. فاكره لما كنا مع بعض في دبي وحضرنا في مركز راشد انا وانتي، وقلت لك انا بتمنى اشوف ده في مصر، قلت لي هتشوفيه. وشفته، وانتي كنتي اللي ليكي السبق انك لما شفنا في مركز راشد في عند السيده مريم عثمان قد ايه الاهتمام والاحتفاليات والحاجات دي. احنا مش هنقدر نعمل زيها على فكره. هنعمل انا بعمل على من اليوم ده تعبيلي. يعني عندي احساس كده ان الولاد دولت يعني مش حاجه، هم مش عيب خالص، بيبقوا حته من حياتنا. ايه المفاجآت اللي مقدمها لنا النهارده؟ بصي انا مثلا يعني عايزه اقول لك البوديوم ده، البوديوم كل مره كله بهجه عادي مش كده، بس لقيت ان الافيش اللي عامله الدكتور اشرف مبهج جدا، فقلت له طب انا هقلبه لبوديوم. بيقول يا سهير خلينا احنا نبقى رسمي. قلت له سيبني عايزه افرح بكل حاجه. انا اخترت المكان ده اول ما دخلت حسيت بفرحه كده. رحت جايه واقفه جنبه قلت انا هصور هنا. انت عارفه انه وقع مرتين مننا امبارح العين برضو، بس عين جميله حطيتها بدلها زرع وخضره وجمال. انت بتعرفي كل حاجه سلبيه تقلبيها ايجابيه. عايزين نبقى ايه بوزيتيف انرجي عندنا على طول. على طول كله هيفوت ما دام انت معاكي ربنا وبتعملي لربنا. اكيد يبقى اكيد. وبحب قولي لي الجديد مين معانا؟ مين بصي هو الجديد كمان ان في اللي هتعلني في المهرجان النهارده. هعلنه، بس عايزه اقول لك حاجه، ان في حاجه اللي عجباني قوي 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 والحمد لله قدرت برضك اوصل لها، اني رجعت تاني لجان التحكيم الاطفال. الله. فروحت جايبه لجان التحكيم اللي كانت زمان معايا في مهرجان سينما الاطفال الدولي وقلت لهم تعالوا ادوا درس للولاد الجداد اللي جايبهم من العالم، من الجاليات اللي هنا يعني، ومن المدارس ومن وهنعمل. وصلت لغايه جبت 30 واحد، 30 فرد هيبقوا في لجان التحكيم مع لجان التحكيم الكبار، فدي بتدي روح حلوه.
ومش لوحدهم بقى من المدارس، مع أولادنا. أولادنا نمبر وان في كل حاجة. طبعاً إحنا يعني كلنا النهاردة جايين عشان أولادنا، وكلنا النهاردة مهتمين بأولادنا، وكلنا النهاردة واقفين جنب أولادنا، لأن هم يستحقوا يعني. وشفت قد إيه طلع منهم، اشتغلوا مذيعين وناس كل حاجة. اشتغلت تمثلت يعني هتشوفيهم النهاردة مذيعين برضه يعني. بصي هم اللي هيقدموا، وعندي شعر غير عادي، وهم اللي عاملينه على فكرة. لا بقولك بصي، أنا مش عايزة أحرق كل حاجة، بس معاكي عايز اقول كل حاجه. قولي كل حاجه. في كمان حاجه جميله جايه من افريقيا، ان عاملين السينما الافريقيه للويمن يعني فور ويمن، فجايبين الستات بس اللي اشتغلوا في السينما الافريقيه وعملنا لهم جايزه مخصوصه. ومش قادره اقول لك دي هتعمل جو قد ايه هنا. الله. وقلنا عندنا مثلا السنه دي 52 فيلم، يعني ده ولا مهرجان كبير يعني. سينما الطفل مهرجان القاهره السينمائي يعني. فواخده كل الافلام الانيميشن بس هحطها لاولادنا الصغيرين، وهيبقى معاهم الكبار، بس قلت عشان ما يملوش من اول سنه، وبرضك فيهم ذوي قدرات وكده، ما يبقاش الفيلم الطويل معاهم. فيعني عارفين نبسطهم وعارفين ناخد منهم اللي هم بيحبوه. دول مش عايزين يروحوا. انت عارفه ان انا الاسبوعين اللي فاتوا كل يوم كان هنا في بروفا، كل يوم بيجوا وحب غير عادي. وبعدين امبارح لما قابلوا بقى لجان التحكيم اللي جايه من بره، من بره وكده، مش قادره اقول لك الصحبيه. فعايزه اقول لك دول يعني هم دول الحب. هي دي سوير عبد القادر يا جماعه، هي دي السيده القويه اللي لما تحطوها في اي مكان بتصنع نجاح، سواء في مهرجان القاهرة، مهرجان الطفل، أولادنا، هي صانعة نجاح. في ربنا كده بيدي ناس القدرة على أنهم ينجحوا أي مكان يكونوا فيه، وهي دي سوير عبد القادر. وأنا بشكرك جدا اهتمامك بأولادنا، وهنكون معاكي النهاردة في المؤتمر الصحفي. الحفلة إمتى إن شاء الله؟ الساعة 6:30. لا يوم 20 إن شاء الله في الأوبرا، لمدة أسبوع، لمدة أسبوع في دار الأوبرا يوم 20 إن شاء الله، في رائعة لمنتجات أولادنا. فانتظار الكل محبي أولادنا أن يكونوا معنا إن شاء الله يوم 20. النهاردة المؤتمر الصحفي، وإن شاء الله نكون في الافتتاح. بشكرك جدا، ونشوف علم مصر اللي معمول حلو، والديكور الجميل، وكل حاجة هتلاقوها في حب مصر أكيد. بشكرك. خير على حضراتكم. يعني الحقيقة لازم أقول الأول قبل يعني إلقاء الكلمة رسمية، إن أنا ممتنة جدا، سعيدة جدا، لقاء متلون شكله حلو مفرح. فيعني أنا متشرفة جدا بوجودي النهاردة مع حضراتكم، وأولا أرحب طبعا بالسيدة الأستاذة القديرة سهير عبد القادر، وشكرا جزيلا لكل مجهود حضرتك بتعمليه، السيد السفير بيلاروسيا دكتور أشرف رضا، دكتورة إيمان كرم، الفنان هاني البحيري، الموسيقار نبيل علي، كل أستاذة مها الهلالي، كل المجموعة الجميلة اللي قاعدة قصادنا، شكرا جزيلا لوجودكم النهاردة، ومتشرفة تاني بحضوري معاكم.
أتشرف أن أكون بينكم اليوم في هذا الحدث السنوي المهم الذي يجمع بين الفن والثقافة والتراث على أيدي فناني العالم من ذوي القدرات الخاصة، وتحتضن أرض مصر العامرة لمدة 7 سنوات مليئة من الإبداع والإشراق والتميز تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نعتبره طبعاً هو الداعم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. كما أنقل لحضراتكم جميعاً تحيات دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وطبعاً يعني بنقدم الاعتذار عن عدم حضورها وتطلعها جداً إلى انطلاق هذا المهرجان باهتمام شديد. تأتي النسخة 8 من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا بالدمج مع مهرجان الفنون والتراث الشعبي الأفرو-صيني، ويعد نافذة كبيرة على ما وصل إليه العالم من أحدث أشكال الإبداع لذوي الإعاقة، حيث يمنح أبنائنا الفرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال المسرح والسينما والشعر والغناء والموسيقى، حيث أصبح المهرجان جاذباً لكل المبدعين، والدليل على ذلك الرقم العظيم اللي سمعته من الأستاذة سهير، مشاركة 48 دولة، وحضرتك قلتي كمان 49 دولة النهاردة، فده رقم كبير جداً من مختلف أنحاء العالم. فكل هذا الجهد يقف وراءه مؤسسة مصرية خالصة ورائدة هي مؤسسة أولادنا. تحية كبيرة للمؤسسة، نسمع صوت التحية كده أقوى لفنون ذوي الإعاقة ومؤسستها دكتورة سهير عبد القادر. هذه المؤسسة الشابة التي تضخ فنها في شرايين الأمل لهؤلاء القادرون باختلاف، والتي تعمل على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الفن. واسمحوا لي أن أشيد بإلقاء أن هذه الدورة تلقي الضوء على طيف التوحد الذي يحظى باهتمام كبير جدا من وزارة التضامن، وأصبح طبقا للقانون المصري فئة خاصة لم يعد ضمن ذوي الإعاقات الذهنية. بيصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة بتقدمها الوزارة لأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد ما يقرب من 12266 خدمة. وتمتلك الوزارة مركزاً نموذجياً لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس والتابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أحد كيانات الوزارة، والذي يأخذ في الوقت الحالي حوالي 200 حالة. نشيد أيضاً بخروج فعاليات المهرجان ليس فقط في داخل القاعات ولكن خارج الشوارع المصرية، إقامة ورش عمل فنية تقام بشكل يومي للجمهور العام وذوي القدرات الخاصة في دار الأوبرا المصرية، وأخرى تقام في أماكن ثقافية وسياحية مختلفة مثل الفسطاط، متحف الحضارة، حديقة عابدين وغيرها من الأماكن العامة. كما أود الإشارة أيضاً إلى أنه مصر في 10 سنوات الأخيرة حدث فيها طفرة كبيرة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من دستور عام 14 وعضوية المجالس النيابية وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية سنة 2018، وهذا كله يدل على إيمان الدولة المصرية بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز. ونحن في وزارة التضامن نؤمن أن الدمج بكافة أشكاله هو الحل الأساسي، الدمج بالعمل والفن والثقافة والرياضة، فنعمل الآن من خلال مبادرة أحسن صاحب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع مع شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبمشاركة أكثر من 10,000 متطوع في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم أيضاً في أعمال فنية تهتم بذوي الإعاقة مثل المسلسلات، وحدث فيه أكثر من مسلسل الحقيقة زي ليه لا، ومسلسل حالة خاصة، والبرنامج الجميل جداً برنامج العباقرة للقادرين باختلاف.
يستفيد ايضا من البرامج الخاصه بالحمايه الاجتماعيه التي تقدمها وزاره التضامن للاشخاص ذوي الاعاقه، اكثر من 1.2 مليون شخص في برنامج كرامه بتكلفه اجماليه تصل الى 9.8 مليار جنيه سنويا. كما اصدرنا حوالي 1.3 مليون بطاقه خدمات متكامله، كما تم الاتخاذ بعدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشكيل لجان متابعة لتقييم مكاتب التأهيل والعمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية. بيتم العمل في يعني أمور كثيرة جدا من شأنها أنها تقول أنه فعلا مصر بوزارتها بوزارة التضامن بالخدمات اللي بتقدمها بتقدم خدمات كبيرة جدا. لكن خلوني في النهاية أقول نتفق على أن الفنون هي أحد منجزات البشر وأحد الأدوات الهامة في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن ممارسة هذه الفنون والإبداعات فيها من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة تعد مدخل حقيقي للتنمية، وكل ده بيساعد ويعزز أن نندمج جميعاً دون تمييز في عالم له لغة واحدة وله جمال متعدد ومتنوع الأوجه والأشكال والزوايا، ولكن وجهته الأساسية واحدة هي الحب والجمال والاستمتاع واكتشاف النفس والقدرات الإبداعية التي أودعها الله فينا. شكراً. مساء الخير جميعا، ويعني اسمحوا لي ارحب بحضراتكم جميعا وبكل شركاء النجاح اللي معانا النهارده وباولادنا طبعا واهالي اولادنا. بيسعدني ارحب بحضراتكم مع اطلاق الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصه اولادنا، هذا الحدث السنوي الذي اصبح محطه مهمه في مشوارنا لدعم وتطوير مواهب اولادنا من ذوي القدرات الخاصه في كل مجالات الفنون. بتوجه بالشكر والعرفان لكل الداعمين والوزارات والمؤسسات شركاء النجاح، لأن دعمكم هذا بيعكس إيمانكم بأهمية الفنون كوسيلة لتمكين ودمج وتطوير مهارات أولادنا اللي احنا بنشوفها سنة بعد سنة بتتطور. الشكر الكبير للداعم والراعي الرئيسي طبعا فخامة السيد رئيس الجمهورية، لأن رعايته الكريمة للملتقى هي أكبر محفز لينا لمواصلة العمل في تحقيق رسالتنا النبيلة. 8 سنوات بتقدم أولادنا جرعات فنية وأنشطة ابتكارية وإبداعية، ليس فقط في أيام أسبوع الملتقى ولكن طوال العام. وإحنا فعلا يمكن أنا لسه بتكلم مع الزملاء في الإعلام ان يعني احنا لاحظنا مره واحده كده ان اولادنا كبروا بعد 8 سنين، كبروا ونضجوا واصبحوا يعني محترفين في مجالاتهم الابداعيه المختلفه وعلى مستوى منافسات في كل مجال فني احنا بنقوم بيه. السنه دي لجنه الفنون التشكيليه بتضم وجوه جديده هنتعرف عليهم حاليا الان، وجوه جديدة وفنانين محترفين في تخصصاتهم الفنية، وكمان لجنة هتساند أولادنا في معرضهم السنوي الكبير اللي بينتظروه من سنة لسنة طول العام بينتظروه. واسمحوا لي أقدم لكم لجنة تحكيم ولجنة الورش الفنية زي كل سنة. قمصير المعرض الدكتور بدوي مبروك، الفنان دكتور إيهاب كشكوشة، والفنانة دكتورة مروة الشاذلي، تفضلوا هنا بعد إذن دكتورة سوير، الفنان الدكتور أحمد عبد الفتاح،
والفنانة أمينة سالم، الفنانة مريم فريد، وهنقدم لأولادنا نوعيات جديدة كمان من الورش الفنية، زي ورشة الأقنعة الملونة، ورشة الرسم بالباستيل، ورشة النحت بالصلصال، ورشة التفاعل بالألوان، هينظموها الفنانات إيمان عزام وهبة دويك ومريم فريد وأسماء هريدي. بأكد لحضراتكم إن مؤسسة أولادنا ليست فقط منصة للفنون، بل هي بيت لكل طفل محتاج فرصة لإظهار موهبته والإبداع في المجالات المتعددة. شكرا لكم جميعا على حضوركم ودعمكم المستمر، ونسيبكم الباقي برنامج الحفل. شكرا جزيلا. ودي وشك ناحية تانية، ما تبص عادي ناحيتي. الابتسامة مش هتاخد حتى ثانية، شجعني وامشي في سكتي. Yeah.